تصريحات إيجابية ويقول أننا نقف مع غزة ونقف للدفاع عن أهلنا المستضعفين هناك، ومن جانب آخر يمنع الشعب الأردني من أن يعبر عن رأيه في نقاط التقاء ليست حساسة. النقطة التي أردنا أن نصل إليها ليست حساسة ولا تمس بالأمن القومي الأردني، وعلى الرغم من ذلك منعنا من أن نستمر في المسير في بلدنا في محافظة إربد لنصل على الأقل إلى نقطة التقاء مع جموع الشعب الأردني. هذه التفرقة فيها ازدواجية في المعايير وتضع علامات استفهام على صانع القرار الأردني، ما الذي تريده؟ مع من تقف؟ لماذا هذه المواقف التي فيها تخاذل وفيها تراجع عن المواقف الرسمية المعلنة؟ إن كانت الدولة الأردنية بكل أركانها تقف مع فلسطين وتقف مع غزة فلتسمحوا للشعب الأردني لأن يعبر عن موقفه. أما هذا المنع وهذا التشتيت لجموع الشعب الأردني تضع أمام نفسية كل مواطن أردني وكل مواطنة أردنية أني لا لغاية الآن لا أعلم ما هو الموقف الحقيقي لبلدي، ما هو الموقف الحقيقي لصانع القرار، هل هو معنا أم ليس معنا، هل هو مع غزة أم ليس مع غزة. إن كنتم مع غزة فلتسمحوا لجموع الشعب الأردني أن تصل إلى هذه النقطة التي أردنا أن نوصل فيها رسالتنا. أما إن كنتم المواقف المعلنة شيء والمواقف في من تحت الطاولة والمخفية شيء آخر، فهذا يؤثر على مصلحة الدولة الأردنية، يؤثر على الانتماء. يحكى أن كان يا مكان. الخضرة طلعت من عمان. كان أرسلتوها لغزة. طلعت تدعم بالكيان. طلعت تدعم بالكيان.